السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد عن كيفية تشغيل البوينغ 747-400 البي ام دي جي. وطبعا نبدأ بأول حركة اللي هي هتكون في جميع الطائرات، بتكون طبعا نفس الطريقة اللي هي عن تشغل البطارية في الأول ونشوف اللي بيحصل شنو بعد ذلك. طيب، أول حاجة بنعمل من دخل البطارية اللي هي طبعا شايفين مكتوب عليها باتريز، ندخل عليها الباتري، نعمل أوكي، تقفل الغطاء بتاعها، هنا تعمل في أوتو، وبعدين تشغل شنو؟ الـ APU. أهم حاجة عشان تدخل الكهرباء للبطارية تضغط رايت كليك مرتين اون وستارت، تخليك مسافة كده عد خمسة ثواني، وبعدين ممكن تفك الـ APU. في أثناء الـ APU ما يكون شغال بيكون مفترض هنا يفتح الـ FMC. اثناء ما الـ FMC بيفتح انت تقوم وتمشي لموقع السيمبريف، هاخد اللينك في الديسكريبشن تحت، تمشي على simbrief.com، تطلع منه الروت بتاعك ومعلومات الرحلة وكل ما تحتاجه من اجل الرحلة اللي هي الاوزان الوقود. طيب نرجع هنا للـ FMC. طبعا الـ FMC بتجع على أول حاجة الـ Payload اللي هي الوزن تبع الطيارة. هنا الـ FMC مريف من ديني 210.5 كزيرو فيول ويت، قلت هنا 210.5 تقوم تخطها في الزيرو فيول. هنا ترجع ورا على الفيول 20.9 طن اللي اقول مثلا ديها 21,000 طن. تمام، رحلة بسيطة جدا. تجي هنا على الابواب لقوم تقفلها وبعد ذاك بتجي على الويلن جوكس بتشيلها برا، في نفس الوقت بتقوم تخط الباركينج بريك اون. طيب كده نحن نكون شنو الـ APU بكون اشتغل. الـ APU بكون اشتغل بيديك هنا في الـ APU جنريتور 1 وجنريتور 2 بيديك افيلبل، فانت بتقوم شنو تضغط عليهم هنا افيلبل، الاثنين بيقول لك اون اون، وبتجي هنا على النافيجيشن او الاي ار اس، يقوم تخطه على ناف 3 ديل، تنتظر شوية بضع دقايق انت على بال ما انت تظبط طيارتك. فبعد ذاك تجي تخط الهيدروليكس في اوتو، تجي تنزل تحت شوف الموضوع ضابط، تجي هنا على الفيول بومبس تفتحها كلها، تشوف فوق
تجي هنا emergency lights، تفتحها تنزل تحت. ده بعدين بنخليه بعد ما ندور الطيارة. بعد ذاك تجي هنا على ال FMC، تجي نفس المعلومات ال ident وكده، تمشي على position، تمشي على position initiating، وتضغط هنا في last position اللي هي بيديك لها هنا، تضغط عليها بتظهر لك تحت فين تبتدي تحط محل المربعات دي. بعدين بتجي على الروت، تكتب هنا محل انت ماشي، وبتجي على الديستنيشن تكتبها هنا، وزي ال 737 في الفيديو السابق تجي على send request. انت لانك خطيت already الروت في ملفات الفلات بلان في استيميتر تبعك، ده حيكون فيديو منفصل كيف تنزل وكيف ترفع الملفات في هنا. فالان خلينا في كيف نبدأ كده. الروت send بيجي مفترض هنا يجيك load، تعمل لود للفلايت بلان، بيقول لك هنا روت 1 ابلينك لودينج. بعد ما يعمل لودينج، بعد ما يعمل لودينج قال لك حصل لك اكتيفيت، تعمل له اكتيفيت اكسكيوت، تجي على بعد ما تجي على الديباتشر، ديباتشر روت بتاعك طبعا الديباتشر، الديباتشر روت اللي هو هيكون الديباتشر الديباتشر رانوي. تمشي على الديباتشر ارايفل هنا، الديباتشر رانوي اللي هو 202 ليفت، وتعمل اكسكيوت طوالي. وبعدين تمشي على الار تي اي، من الار تي اي بتمشي على بريفورمانس انيشيلايزيشن، يجيك هنا مربعات، فانت اوريدي لانك خطيت البيلود وخطيت الفيول فبضبط لك الموضوع ده براك. احنا طالعين الارتفاع 220 الليلة، تخط هنا 220، تخطها وين في محل كروز التيتيود، الريزيرف ده بخليه انا 1، الكوست اندكس تلقاه في السيم بريف اللي هو مديني انا 52. بعد ذاك تمشي على الثرست ليميتيشن، تمشي على التيك اوف، تمشي على التيك اوف، تمشي على الفلابس طبعا مينيمم في ال 747 اللي هي 10، خط الفلاب 10، وبتخط عليها ال V1 VR V2 تضغطهم عشان تأكد عليهم، تضغط هنا CG19 تقوم تخط عليه هنا يعني ما أو تخط أي حاجة في محل ثاني. و بعد ذلك 02 بتجي تخط الارايفل رانوي بتاعك، كنت تخطه في الجو ممكن تخطه الان، انا رحلة اني اخطه الان لانها هتكون رحلة قصيرة فريحني شوية. تجي تخط
الارايفل ستار تحتك، اعمل اوكي. تمشي هنا بتشوف في اي مربعات تشيلها بتخطها محلها وتعمل اكسكيوت. انت كده بتكون خلصت من الموضوع. انت كده بتكون خلصت من الموضوع. بالموضوع هنا ما عليك الا تجي على البي ام دي جي سيت اب وتجهز نفسك. ليش؟ للبوش باك. لا انا عايز التيل كده ليفت، خليه زي ما هو. لما هنا 90 نعمل ايش؟ ستارت البوش. We've been cleared for pushback and start. They want the tail to our left. Roger that. Ready for pushback, tail to the left. Release burn brick, please. I'm gonna release the parking brake. هنا تكون تخط الكروزنج التيتيود بتاعك اللي هو هيكون 220. تخط الفلايت دايركتور بتاع البايلوت والكو بايلوت اون. تعمل ال ناف و في ناف. وعلى كده بتستعيد انه الطائرة. هنا تجي هنا على الانجن. بدأنا البوش باك بتاعنا كما انتم شايفين. نقوم نشغل الانجنز. شغل انجن كده نورت هنا. تجي هنا على الانجن منتظرة هنا لحد ما تكبى 20. يبقى لحد ما تكبى هنا قليت من ده 20، بعدين تفتح الثروتل. بعدين بتلاحظ انه دل حيفصلوا الاثنين، دل حيفصلوا اللي هو الستارتر يعني حيفصل. وما عليك، اول ما يفصلوا هما الاثنين تقوم تفتح الاثنين الباقيات. لو انا شايف انت فصلوا الاثنين هي تفتح الاثنين الباقيات، انجن 2 وانجن 1. مثل انجن 2 وانجن 1 بتقوم تظل لحد ما يكبوا 20. بعدين بتشغل الانجنز. كده انت تكون جاهز ل التاكسي. فما عليك الا تقفل الاي بي يو اللي فتحناه اول واحد، تعمل له اوف. تجي هنا على الباك او المكيفات، تعمل لها نورمال الانوار دي مفترض تختفي واختفت. وبس ما عليك الا لاندنج لايتس
وتنزل الفلابس على الدرجة اللي انت اخترتها. وعلى كده انت جاهز على التاكسي. وشكرا لكم كثير.